لها شفت له قولي اللي عاوزة كل 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 اللي بتقولي بنشره لك وشنشر القرآن كله من أول الفاتحة لآخر الناس. بس الناس اللي معمية ما بتشوفش الحق، لأن القرآن حقي، الجنة حق والنار حق، هم مش عاوزين ولا جنة ولا عاوزين، اللي عاوزين النار الفساد والمعاصي. يعني من سنين أهو المفروض تنشهر وتنتشر لكن عمالين ينشروا الفساد والمعاصي والرقاصين والطبل ولا ويكتبوا لهم ايه وتعليقات ايه. لكن احنا لو نشرح فرحان يفرحوا هيبقوا في جهنم وبئس المصير. ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا من يكفون شرهم. لكن القران، القران فيش احسن منه واحلى منه. ربنا جعلنا معاهم في اعلى الجنات اهل القران ماما وبابا يا رب. فضل الدكتوره جزمه من سوزان والدكتور عبد المقدس ايد احمد عطيه. بذكر الله يا ذكر الله يا ذكر الله جعلنا معاهم يا رب حقا يا رب. اللي يسمع القرآن بس اللي يسمعه ده الجن بينهدي القرآن، الجن لكن الإنسان بيتعفر. ربنا يكفينا شره يا رب. ما يشرب العصير؟ تفضل عصير الرز اشرب لها، اشربوا انت حلوين ماشي، اشربوا عشان تموتوا. سمي الله وصلى على رسول الله الشفاء والعافية والصحة ونور العين يا رب. صلى على نبينا ازاي عصير الرز بالحليب والسكر والبرتقال. ربنا يديك الصحة وبارك فيك. أنا كنت أسخن لك كوباية من الآخر. صلى على نبينا الزين والله هو كحيل العين. ونفسي اروح له واروح له منين، من مكه ولا عالمدينه، ودينا يا عم كمال ودينا عندي النبي طريق المدينه، يا عم كمال ودينا تاخد ثواب فينا، وندعي لك في الروضه الشريفه يا عم كمال كلك كمال في كمال وبابي ومامي كمان. معذر ضل اشربيه يلا عشان اخد الكوبايه اغسلها. يلا 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 سوره الرعد قلت له قرأ الكلام. فضل الدكتوره جازي على منصور زي محبتي سوره الرعد. قلت له قرأ الكلام فضل الدكتور عبد المجيد سيد احمد عطيه وحبيبي سوره الرعد. الرعد.